السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، ومرحبا بكم في ميكرو طنجاوي. علاش مؤخرا ما بقيناش كنسمعوا العراسات في الحومه؟ يلا نشوفوا علاش. انت دابا مجوج تبارك الله. انا مجوج بربعه العيالات. تبارك الله. 150 الف دولار وقالوا لي هنا ثلاث ايام نجيو، جاو داو العربون ديالهم قالوا لي سلام مع راسك. توكلت على الله مشيت كانت عندي 100 درهم في الجيب. تبارك الله. والحمد لله عايش. كتزيد من عندنا وكتجي عندك كتقول لك اعطيني فكتوره باش ما كتعاود للمحكمه كتقول لك شي في الدار كامل ديالي. غتجوج اخي ابراهيم. كاينين ست بيتزا وطاكوس وشاورما وديها التاريخ وما نسى اللي كاينين داك. واحد الموضوع كل يوم كيتجوجوا شهر كيجيو كيجيو ردوا بيت الناس كيطلقوا هذه. مسؤوليه صعاب الله يحسن العون. عندك شي مشروع ديالك اللي عاد دخل منه توكل على الله جوج مشي الله يجيب داك التيسه. ما عندك شي مشروع خدام والله اخاو ديري ساتك وفي طهرك. هذه غنسقسك واش هاد الصيفيه هذه واش عرضتك شي عرساسه ولا والو؟ والو تقول. شنو هو السبب في النظر ديالك مؤخرا ما بقاوش العرساسه بزاف؟ الفقر الفقر فلوس والو الغلا الخدمه ما كايناش كل شيء ماشي ماجيتي الناس خدامه ما كاينش ثلاثه حاجه مساكن يعني هاد الغلا بزاف الغلا بزاف والصالير هابط اذا البنادم كيبعد عليه مابقاش كيفكر في الزواج. انت دابا مجوج تبارك الله. انا مجوج بربعة العيالات. تبارك الله. تبارك الله. والله عندي غير وحده هيا مورايك. مشيت فين هادا؟ وحده كتخرج له عقل. مسؤوليه صعابه اخي ابراهيم. مسؤولية لا تي خاي سعيد اخي تنشوف واش الناس ما كتجوش ما كيجيش يديو بيد النعاس عندك باتروح سوي فلوس لا تي هذيك اخاي زاخ تي هذيك عاد جامد حد شي سعيد سي سعيد خوتي حد خوتي هذا خورينا السوارس ورينا السوارس والله ما نوريهم دو انت عفوا الناس ما كتجوش ما كيجيش يتسخروا اخي ابراهيم شكون اللي عايز زعما يتجوج دابا بطاطا 7 دراهم ماتيشا الوف اللي دبصك خاصك اخاو تجيب الحام كنا نهزو ب 5 درهم كنا كنجيبو ب 30 درهم 40 درهم اليوم اللي دبصك خاصك 150 درهم والله يا اخي ابراهيم تادي عباد الله ما كاينش الجواز نشوف مباشره في الكاميرا كاينش الجواز مسؤوليه صعابه بالعربيه مسؤوليه صعابه الله يحسن العون عندك شي مشروع ديالك اللي عاد دخل منه توكل على الله جوج مشي الله يجيب داك التيسه ما عندك شي مشروع خدام والله اخاو ديري ساتك وفي طهرك هذه هي الهضره الانسان والله وحنا ما عايشينش في عهد الصحابه باش نبغى تصبر معك على اي حاجه دابا دابا ما كاينش شي مراه اللي كتصبر على اي حاجه بس ما كتبوش هذا راه تيزنا حنا طنجه وعارفين هادشي هذا قبل كانوا النساء كيصبروا على اي حاجه دابا كتقول لك الخبز والماء وانا معك دابا دابا لقد الخبز والماء عارف اتبع لك الدار دبابك والله العظيم اخي ابراهيم والله نتمنى الله سبحانه وتعالى بيرزق جميع المؤمنين والله يجيب تيسان اي واحد اي والله وتوكلوا على الله وتجوجوا الله سبحانه بياتي نتيك هاديه عندك ما تنساش راسي الله سبحانه وتعالى يقول نحن نرزقكم واياهم هذه عيه هضره على حساب المعيشه غاديه والساده اما الزواج كل شيء عند الله سبحانه وتعالى ربي كبير اي والله شحال من واحد كان خاطي صباح صباح كبير اي والله خير الله جيب تيسير واحد الموضوع كل يوم كيتجوجوا شهر كيجوجوا ردوا بيد الناس كيطلقوا هذه هذه نقطه مهمه هضرنا على هذه النقطه هذه النقطه هذه ما كاينش اللي ما عرفهاش جوجات الصيفيه والصيفيه ما زعاوش تكون صافي الطلاق يعني كرجع لك بيزن لا لا صافي بيزن خانا نبعث واحد السيد بيد الناس وجا عندي ثاني العربون 150 الف دولار قالوا لي هنا ثلاث ايام نجيو جاو داو العربون ديالهم قالوا لي سلام مع راسك اقسم بالله انا والله الا عيب غديت له فلوسه دازوا عليه فاكتور شكون السميه ديال واش ديالو ولا ديالو المحكمه كدوز له فاكتوره كتقول لك واش السميه ديال فلان ولا داو بيد الناس كازاز واحد ما تنقولوش 6 شهور 7 شهور اقسم بالله كتجي عندنا لهنا كتقول لي عطيني الفكتوره في الاسم ديالي قلت لنا غازي ديالك خلصني وغاتجي عندي تينا مرة غادي غنحلف عليها يعني بيد الناس مقلد فيها امام الله كتزيد من عندنا وكتجي عندك كتقول لك عطيني الفكتوره باش ما كتعاود للمحكمه كتقول لك شي في الدار كامل ديالي غاتجوج اخي ابراهيم صعيبه الحاله اما من ناحيه الارزاق الارزاق ربي كبير كيرزق اي واحد ولكن ولكن مشاكل واش معروضه شي على اساس فهاد الصيفيه ولا معروضه نساعد؟ كايناش غنقول لك علاش العرسات ما بقاوش بحال الاعوام اللي فاتوا حيت كل شيء ولا غالي من المعيشه انتينا ماشيين الكران كل شيء لا انا مجوجه قديمه انا عندي 15 عام زوج عندي العائله عندها 15 عام عندي بنت كبيره الحمد لله جبرنا الوالدين ديالو وقفوا معايا الحمد لله يا ربي بالحق باش تعمل دابا شي تحاول تعمل شي حاجه ديالك راه ما كنظنش والارزاق بيد الله وكل شيء بيد الله بالحق هي لا بركه لا قناعه وزائد الرشفه يعني ما بقات حتى حاجه مزيان
السبب هو ان ما بقاش المعقول وكل شيء تزاد والناس ما بقاش كتلقى المعقول ما بين ما بقاش داك كما كان في الاول يعني الناس كتلقى مع من تلاقى مع العائله ولا شيء دابا كل شيء كيبدا في راسو الناس كتبع الخاويه وانت ناس باقي ما مجوش انا ما عرفتش علاش خدمه خدام الحمد لله خدام او بنت الناس باقي ما جبرناش اللي لا تناسبنا فوقاش العرس ديالك يكون ان شاء الله 26 2026 خاي عماد شحال هذيك الصيفيه بحال هاد الساعه هذيك كنجبروا العراسات كل حومه فيها عرس حق دابا بقاو شي العراسات اخاو كاينين ينسى البيتزا والطاكوش والشاورما وديها التاريه وما نسى اللي كاينين دابا امي طاهر هما اللي كاينين خاي عماد مجوج ولا مجوج داخل مرة ثانية اخاو الطونوبيرة دلينساس دابا تسنى كنت تجوج شي مرة الأولى دابا داخل في الثانية دابا الثانية إن شاء الله دابا الثانية ما صدقتش الثانية وتزيد داخل الثالثة يا شرا عطي اربع فيديو هاد تسعة الصبح لا ما عندهاش علاش تسعة الصبح والله الا كنضرب معاك بنيتي صح هما دابا اللي عامري شكون اللي عامري محكمة الأسرة هي اللي عامرة تبر فيلا تجوج شهر شاصة منين شهر 10 تجبرك شابر فيلا عاود شي ثلاث سنين موضوع طويل شنو هو السبب شنو هو السبب كيحمدوش الله كتقول لك النهار الاولاني صبر معاك على الخبز والماي كتجيبها خصها بيتزا والطاكوس وشاورما والعائلة خالتي خصها مضامة وهادي وزيد وزيد يعني دايما الشورط بزاف ماشي الشورط وصافي كتقول لك انا صبر معاك غير الخبز والماي كتجيبها كتقلب عليك ماشي كتقلب وصافي اجي بحالك اجي 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 خاو ديالي مزيان ترحم والديك اخي ابراهيم الله ينورك الخاو ديالي نفس السؤال اللي طرحت على عماد العراسات ما بقاوش ما بقاوش معروفه فهمتيني انا كندعي مع 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 العائلات الله يهديهم فهمتيني الله يهديهم شنو تقول لهم الله يهديهم دابا ملاهي بزاف فهمتيني العائلات صافي هادي كتحنت هادي وهادي خصها تعمل فحال هادي وفهمتيني والعائلات كيعجبهم يلبسوا وكيعجبهم يبانوا على بعضيتهم فهمتيني والله يهديهم وصافي والله يهدي ما خلق تبارك الله اش غاتعمل الله يهدي ما خلق وصافي العام اللي ما جا اجي نسقسيك نزيد السبب الرئيسي هو الاختلاط الكثير يعني الشباب كيختلطوا مع البنات بزاف في المدارس في المدارس في الاسواق يعني مابقاتش الرغبه فحال شحال هذا الانسان كان اي كيوجد انه اول حاجه كيفكر يتزوج الزواج عن الاسره يحسن راسو بزاف الحاجات اما دابا انت كتشوف يعني الانسان مابقاش محتاج بالزواج بزاف يعني ما كيضبطوش الدين ولا المنهج ولا يعني تبع يعني انت عارف كيقول لك حتى الشباب كيقول لك مثلا انت ما برجعوا كيطلبوا بزاف متطلبات النساء في هذا الوقت بزاف والله دابا ضروري من الشباب ومن النساء بجوج الحوايج القناعه ما بقاتش على جوج النساء خصو السياره كيف خصو السياره الدار بزاف الحوايج المراه خصها تكون خدامه خصها تكون استاذه واو خصو يكون مدبر خصو يكون عنده فلوس بزاف الحوايج يعني قناعه قناعه دابا الحمد لله القناعه هي كلشي انا تزوج كنت معايا 17 سنه الحمد لله عندي 5 العود توكلت على الله مشيت كانت عندي 100 درهم في الجيب والحمد لله عايش وكيقول لك ديما داك اللي كيتزوج ما كيكون عنده حتى درهم بالعكس كل واحد كيجي والله رزقه تبارك الله ولله الحمد عايش بخير وعلى خير شكرا بزاف الله يرحم والديك شكرا هنايا كانت النهايه ديال الحلقه هذه في نظر ديالكم واش معروضين شي عراسات ولا ما كاين لا عراسات ولا والو السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد